عازفي للحال للجيش المناضل. فريق الأبطال كم البواسل في جبال في سهول والسواحل، وانحني للجيش يا كل الشوارب وعزفي للحال للجيش المناضل. جيشنا يا جيشنا، جيشنا يا ذا البطل، أنت قد حررتنا في نضال وعمل. جيشنا يا جيشنا، جيشنا يا ذا البطل، أنت قد حررتنا في نضال وعمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. في حلقتنا لهذه الليلة نذهب وإياكم سويا إلى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، حيث يرابط فيه أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية، ويدافعون عن أهداف الثورة والجمهورية والمكتسبات والثوابت الوطنية ضد فلول وأزلام ميليشيا التمرد والانقلاب الإرهابية. فأهلا ومرحبا بالجميع. بثباتهم التاريخي وصمودهم الأسطوري وإيمانهم بعدالة قضيتهم الوطنية العادلة التي يدافعون عنها اليوم في ميدان العزة والكرامة، يؤكد أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية الباسلة ومعهم أحرار وشرفاء الوطن المرابطين في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، المضي قدما نحو استعادة الجمهورية ومؤسسات الدولة المخطوفة من قبضة ميليشيا السلالة والكهنوت الإمامية المدعومة من إيران مهما كانت التضحيات التي يجترحونها. من خلال هذه المعارك العسكرية والقتالية والبطولات الخالدة المدونة في سجل التاريخ اليمني الحديث التي يسطرها جيشنا الوطني ورجال مقاومتنا الشعبية الباسلة مسنودين برجال القبائل على امتداد خط المواجهات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، يثبتون لأبناء الشعب اليمني أن ميليشيا الحوثي الإيرانية أصبحت تعيش لحظاتها وأيامها الأخيرة نتيجة الضربات الموجعة والقاسية التي تتلقاها تلك العصابة الإجرامية المارقة في عدتها وعتادها العسكرية. تحية عز وفخر وإجلال لكم يا حماة الدين والوطن والعقيدة، يا من ترسمون بإخلاصكم وثباتكم وبطولاتكم العظيمة ملامح النصر المبين الذي أصبحت بوادره تلوح في الأفق القريب، فشمروا سواعدكم نحو استئصال شأفة الميليشيا الإيرانية وعنصريتها المقيتة. يا مارب العز كم حاول وكم يا حرام على الله يا دوس حماك بقدام، رمى حملاك يا حمام يا حمام بايعنا كرجال فدر داهر تلحام، وكان دحناك على نشم خشام ويحلق الدور بزين الطبع والقام، اللي غزا مارب التاريخ الاحتارها صم وكل من خانها فتسحب عظام، الصف بالصف في الجبهات مرتم مثل الشياهين في الهدات الأنظام، كم من حمر عين يصبي ساعة اللام ولا يرد القدر من كملة أيام، إما وش الدار ضسن يا راكب الدهمة والأصبح الصبح والجمناك بالجامة. يا مارب العز كم حاول وكم يا حرام على أمه يدوس حماك بقدام، لا ما حملاك يا حمام يا حمام بايعنا كرجال فدي داهر تلحام، وكان دحناك على نشم خشام ويحنا قدار بزين الطبع والقام،
البحر خلفه وعزره لقدامه، ما عاد بايا ينفع الزمن والرمه، كم من ولد محتفل لحد صدامه، عيد البلق والسحل احجاره صامه، وكل من خانها بتسحق عظامه، بالصف بالصف في الجبهات مرتمه، مثل الشياطين في الهدات لقامه، كم من حمر عين يسبي ساعه اللمه، ولا يرد القدر من كمله ايامه، اما وش الدرس يا راكب التهمه، قل اصبح الصبح والجمناك بالجمه. ثبات أسطوري وتاريخي يبديه أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية مسنودين برجال القبائل وطيران التحالف العربي هنا في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، حيث تحولت إلى مقابر جماعية وهي تلتهم قطعان وحشود ميليشيا الحوثي الإرهابية ممن تزج بهم إلى محارق الموت والهلاك. عن طبيعة هذه الملاحم والمعارك البطولية نتعرف وإياكم من خلالها من قائد محور بيحان وقائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن مفرح بحيبه. إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. أولا أهلا وسهلا بكم كإعلاميين، أنتم تقدمون واجب كما يقدمه الأبطال في مواضع الشرف والبطولة. من هنا تحياتي وتقديري لفخامة الرئيس عبد الربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح ووزير دفاعه محمد علي المقدشي ورئيس الأركان صغير بن عزيز، وكذلك تحياتنا وتقديرنا للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على ما يقدموا في بلدهم الثاني، قدموا الحال والمال وما زال بصراحة نعجز عن شكرهم لأنهم قدموا الحال والمال. ومن هنا نؤكد للكل باختصار أن الحوثي مهزوم والجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل منتصرين بإذن الله، وما النصر الله من عند الله. نحن على ثقة تامة أننا منتصرين لأننا على حق والحوثي على باطل. الحوثي لماذا يعني من منطقة لا منطقة، من مديرية لا مديرية، إيش اللي يشتري؟ يحرر أهلها منها؟ هذا ما يعمل، أن يحرر المديريات هذه من أهلها ويقوم بطردهم ويقوم بتنكيل الناس. ما فيش عنده مشروع دولة، لو عنده مشروع دولة ما خرج من صنعاء، فعنده مشروع ذل وإذلال. تأبى اليمن أن تذل أو تذل إطلاقا. إن شاء الله يفصلنا عن مواقف جديدة أيام قريبة، وستسمعوا ما يسركم جميعا ويسر اليمنيين. اللواء الركن مفرح أبو حيبح، قبل أمس حاولت تلك العصابة الإجرامية بالزج بعشرات الأنساق في محاولة منها فاشلة وبائسة لاختراق مواقع الجيش الوطني، إلا أنكم كنتم لها بالمرصاد وأوقعتم تلك العشرات من الأنساق ما بين قتيل وجريح. لو تضعنا والسادة المشاهدين والمتابعين أمام حجم تلك الخسائر التي تتكبدها تلك العصابة الإجرامية كل يوم، الحقيقة هي خسائر مهيلة والله، إننا نتقزز أن نقول قتلنا، لأن احنا يمنيين كلنا. ويدفعوا بأبناء الناس ويغرروا على أبناء الناس إلى محارق الموت. خسائرهم خسائر مهيلة، خسائر مهيلة جدا 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 جدا، وسيخسروا أكثر وأكثر. فقط أنه سيستكملوا من بقي. دخول مأرب من عاشر المستحيلات، لا يمكن أبدا أبدا أبدا. صحيح أنا أكرر هذا الحالة، صحيح أنهم حصر يعني حققوا شيء ما في بعض المديريات، وسببه إيش هو؟ سببه أنهم خذلوا الناس، خذلوا الناس هنا وهنا، هذا قد باع فلان، لا قد باع فلان، قد اشترينا فلان، لا قد اشترينا فلان. هذا جانب. الجانب الثاني أنهم دفعوا مجاميع إلى الجبهات على أساس أنهم بيقاتلوا مع الشرعية، وفعلا بدأوا يقاتلوا إلى أن يشتد الموقف وقد الناس مهيئين. قالوا
باعونا دهفونا التف الحوثي علينا من هنا او من هنا او من هنا او من هنا حققوا في هذا الموقف. الان صفت الناس ما بقى الا الصافي، ما بقى الا المقتنعين ان يدافعوا عن كرامه اليمن، عن دين الله، عن الوحده اليمنيه، عن سبتمبر. اما من يبحث عن الخطوط الناريه او مدفوعون من عند الحوثي انتهى وضعهم، والان باذن الله من نصر الى نصر. الروح والجانب المعنوي الذي يتمتع به المقاتلين هنا في الجبهات الجنوبيه لمحافظه معرب. تعانق السحاب، روح معنويه تعانق السحاب وموجوده في الميدان. يحققوا كل يوم انجازات، كل يوم نصر. وقلت لك انا من النوع ذي ما احب ان اقول قتلنا لانك تقتل من، لكن دفعوا بهم هؤلاء الى يقتلوا ابنائهم، يقتلوا اخوانهم، يقتلوا اهلهم، يدمروا قراءهم. انا اناشد من هنا وادعو كل ذي عقل وكل ذي بصيره ان يحافظوا على ابنائهم، ان يحافظوا على انفسهم من ان يزجوا الى محرق الموت. من اجل ايش؟ من اجل ان يطردوا الناس من بيوتهم، من اجل ان يدمروا الناس من بيوتهم. الله اكبر. نحن من يموت منا شهيد بإذن الله، وهم من يموت منهم إلى جهنم وبئس المصير. إذن مشاهدينا الأعزاء، بمثل هؤلاء القادة العظماء ممن نذروا حياتهم وأرواحهم لله والوطن وهم يذودون عن أمنه واستقراره هنا في ميادين الشرف والبطولة، يؤكدون للقيادة السياسية والعسكرية أنهم عازمون وثابتون لاقتلاع تلك العصابة الإجرامية مهما كلفهم من ثمن. يا مال بنت الهوى والسد وانت الماء، يا مهبة الروح يا قلبي وين ابضاده، من قاني لا براقش لحد تسمى، شرق صفير الى صراح وجهاده. حضارتك حاضر في النقش والرسمه، ومدونه في كتاب الله واياته، ما يجهل الخير جاهل ما معه علم. يا ذخر الاهلل يا من والشعب كله من أجل مارب وقعوا راقما، وتعادوا لأجل مارب وأولوياتا، وقف يا الأهل أجل مارب وقعوا ضما، وتعادوا ينصروا مارب وراياتا. والجيش الأمن هم حر ناس تنمرنا، تحدث مخطط عدو مارب وجنداتا، مارب عمود الوطن في الحرب والسلمة، يزود الشعب كلاته بخيراته. يا موطن العز يغلى اسم في الأسماء، اسمك مسامي الشرف وأعلى منصاته، ومن غزانا وهو مبصر يعود أعمى، ولا مكفن يسير في جنازاته. أمان بنت الهوى والسد وانت الماء، يا مهبة الروح يا قلبي وين أبطاته، من قاني إلا براقش لحد تسمى، من شرق صفير إلى صراح وجهاته. حضارتك حاضر في النقش والرسمة، ومدونة في كتاب الله واياته، ما يجهل الخير جاهل ما معه علم. يا ذخر الاهلل يا من والشعب كلاته، من اجل مارب وقعوا راقما، وتعادوا لاجل مارب واولوياته، وقف يا الاهل اجل مارب وقعوا ضما، وتعادوا ينصروا مارب وراياته. والجيش والامن هم حر ناس تنمرنا، تحدث مخطط عدو مارب وجنداته، مارب عمود الوطن في الحرب والسلمة،
وزود الشارع كلها تهبخراته. يا موطن العز يا اغلى اسمي في الاسماء، اسمك وسامي الشرف وعلى من اصفاته، ومن غزانا وهو مبصر يعود اعمى، ولا مكفن يسير في جنازاته. نواصل زيارتنا الميدانية والاستطلاعية أعزائي المشاهدين في برنامج دروع الوطن، من هنا من ميادين الشرف والبطولة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، حيث يرابط فيه أبطال الجيش الوطني ويسطرون أروع الملاحم البطولية. في هذه الأثناء نلتقي أحد الأبطال البواسل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياتكم التي تقضونها هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب؟ والله احنا هنا مرابطين 24 ساعة في جبهة هذا القتال، وانا اتصدى للعدو ونذبحهم على جميع على طول الصحراء هذه والمتارس هذه اللي هنا. ونقول للذين يزقوا بأبنائهم الى جبهة القتال ان احفظوا ابنائكم في بيوتكم، لا تزقوا بهم الى محارق الموت. وننصح الحوثي أن يكف عن مأرب، يعني مستحيل أن يدخل مأرب. رجال الله وهنا راقدوا له في المرصاد وأقفوا له في المرصاد حتى الموت، حتى آخر قطرة من دمائنا لن يدخل مأرب. الروح المعنوية التي تتمتعون بها هنا في ميادين الشرف والبطولة؟ والله يا المعنوية عندنا فل الفل، يعني لا نكل ولا نميل. نحن هنا في خلال 24 ساعة في متارسنا، لن نتراجع ولن نعود إلى الخلف، سنوقف حتى آخر قطرة من دمائنا. رسالتك لبقية إخوانك في مختلف الجبهات؟ رسالتي كما قال الأخ أو الوالد بحيبح أن يحفظوا أبنائهم في بيوتهم، لن يزقوا بهم إلى محارق الموت. شكرا جزيلا منصور. والسلام عليكم ورحمة الله. الله يفعل. نبشركم أن المعركة تحولت لصالح الجيش الوطني، ونحن إن شاء الله قادمون من النصر إلى نصر. وإن الأبطال يبشرك كلهم معنوية عالية، ورجال يدركون المرحلة، وإنهم رجال المرحلة وليست معركة مأرب، هي معركتك أولا كل اليمنيين الأحرار الشرفاء. نحن نقاتل من أجل هؤلاء الذي يقتلون في أسواق مأرب، نقاتل من أجل عزتهم وكرامتهم، من أجل نعيد لهم كرامتهم وحريتهم. هم لا يستطيعون ينطقون الكلام بحرية، ولا يستطيعون التحرك بحرية، ولا يستطيعون يعني يتصرفوا بحقهم وحقوقهم وأموالهم بحرية. نحن نقاتل من أجل نعيد لهم هذه الكرامة. قاتلنا أخواننا المجاهدين في جبهات مأرب، في جبهات العزة والكرامة والشموخ والأباء، المجاهدين الأحرار الذين خرجوا من ديارهم من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل نصرة الدين. ونقول رسالتنا الثانية للحوثيين الذين يقولون أنهم دخلوا مأرب، مأرب شامخة شموخ الجبال الرواسي، وبعون الله لن يدخلوها، وأن مأرب حصن من حصون الجمهورية، وأن مأرب سيبدأ تحرير اليمن إن شاء الله من وسط مأرب. ورسالتنا إلى المغررين بهم من أبناء المناطق المسيطر عليها الحوثي، حافظوا على أبنائكم، حافظوا على أبنائكم عندهم، تعلمون أنهم يسيرون إلى محركة. ونهيب بهم ونناشدهم ونكرر مثل ما كرروا كثيرا من أخواننا في الشرعية على الآباء وأولياء الأمور أن يوعوا جيدا، ويفهمون أن أبنائهم يزجبهم إلى محارق الموت ليس إلا وليس لهم هدف، ليس لهم هدف إلا أن يخدموا حوزات قم وأن يسيرهم أرجو. وهذه هي أكاذيب زعيمهم أنه يقاتل من أجل السيادة، من أجل يوصل الفرس إلى صنعاء. هم المؤتمر الشيعي الإسلامي اللي سموه قبل 5 أيام أو 3 أيام إلى خير دليل على ذلك. وأن أبطالنا بالمرصاد ثابتون ومؤمنون بالهدف ومؤمنون بالانتصار بإذن الله، وأن النصر لآتي بفضل الله سبحانه وتعالى. نحييكم من مواقع الشرف البطولة، ونبشركم أن المعنويات عند الأبطال والله تناطح الجبال العالية، وأن الأبطال شامخين رافعين رؤوسهم، ولن يبغوا يدنوا إلا رب العالمين يركعوا، إنهم إلا نصر أو شهادة، وإن شاء الله إن إحنا بنستعد الوطن وبنستعد كل شبر من أوطاننا. وخسائر العدو نبشركم بالمئات ومهزوم إن شاء الله، والحق منصور. إلى الشعب اليمني، فإن هذا ثمار العدو الحوثي، أنه عدو الشعب اليمني، وهذا هي ثماره.
هي ثمارة لن يثمر للشعب اليمني إلا بإخراب بإخراب مصالحه وهدم مساجده ودور القرآن له، فليس له فيها الشعب اليمني إلا هذا وقتل أبناء الشعب اليمني متعمدا. سلام لك يا قايدي فدالة بطل سلام، سلام تخص الأسود في الحرب تتقدم، وإحنا رجال حرب من عهد بونا آدم. لا يسحرك سيدك يا رافضي يعلم من الرجال في ماس للموت تتقدم، أين الحمية يا رافضي وأين الدم؟ من رسلك الجبهة نصيك سوف تندم، حجور يفتخر بالأصل وتكلم، الحمد لله الذي خلقنا وتمم، تمم بالصلاة على النبي الختم. مزيدا من التلاحم ومزيدا من الصبر ومزيدا من التكاتف والاحتساب لله سبحانه وتعالى. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. وفاء لتضحياته وإخلاصه ووفائه لحبه ووطنه الذي قدم روحه فداء لتربته الوطنية الغالية، أقامت قيادة اللواء 143 مشاة أربعينية الشهيد العميد القائد مسعد أحمد الصيادي عمليات اللواء 143 هنا في مدينة مأرب. في الفقرة التالية نتابع وإياكم أعزائي المشاهدين تلك الأربعينية التأبيونية. أحيت قيادة اللواء 143 مشاة وقيادة المقاومة الشعبية في محافظة الضالع اليوم بمدينة مأرب أربعينية الشهيد العميد مسعد الصيادي رئيس عمليات اللواء 143 الذي استشهد وهو يقارع المد الفارسي وميليشياته الحوثية الإمامية في جبهة ملعى بحريب مأرب.
وخلال الأربعينية أشاد قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب عبد الواحد القبلي بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية الرائدة في الدفاع عن الجمهورية وترسيخ مبدأ النضال الجمهوري ضد قوى الإمامة الكهنوتية ومخلفاتهما. شهيدنا الذي نحتفل بذكراه اليوم جسد هذا المفهوم بجد بروحه الجود بالروح آية الجود. والتحدي اليوم هو أن العدو داخلي لكنه يعمل لأسياده بالخارج ويحاربنا بالوكالة عنهم لتحقيق أطماع إمبراطورية عبدة النار التي اندثرت وخمدت نارهم ولا كسر بعد اليوم كما ورد في الأثر. شهيدنا ومعه الشهداء الأبطال الآخرين سيكوثر الوطن بدمائهم كي لا يصنع كسرى جديد. الحضور الكريم شهيدا البطل العميد مشهد الصيادي ورفاقه الأبرار فعلا غادرونا أجسادا ولكن أرواحهم لم تفارقنا وتضحياتهم وجهادهم سيظل ينير دروبنا حتى بلوغ الغايات بتحرير الوطن من رجس بقايا الكهنوت الإيماني الرجعي المتطرف وتحقيق حرية شعبنا. أما نصر وأما انتصار نتحدث عن رجل لن يتكرر وزميل لن ينسى فقد كان مثالا يحتذى شجاعا ومقداما ونبيا وكريما ومنضبطا وصبورا وغبورا وشريفا ومخلصا فكل معاني الكمال والرجولة والفداء رأيناها فيه تتجسد. شهيدنا البطل كنت عظيما يوم أن لبيت نداء الواجب وغادرت منطقة العودية أمانا في كلمة أولاد الشهيد أكد الدكتور عمرو الصيادي ابن الشهيد المضي قدما على نهج والده ومواصلة المشوار الوطني حتى استعادة الجمهورية ومؤسسات الدولة من قبضة ميليشيا السلالة والكهنوت الإمامية. أيها الشهيد يا من قدمت دمك ونفسك وروحك في سبيل الله ودفاعا عن وطنك لقد كان فراقك صعبا قاتلا أوجع قلوبنا جميعا ولكن لا نقول سوى ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون وإن شاء الله الجنة ملقانا جميعا جعله الله في أعلى مراتب الجنان وأعاننا على فراقه وبعده رغم الألم الذي يعتصر قلوبنا على موته إلا إن شهادته ستظل فخرا والله أن شهادته فخرا وتاجا نرتديه على رؤوسنا مدى الحياة. لقد كنت تتمنى الشهادة وتسعى لها بكل ما أوتيت من قوة والآن أعطاك الله تعالى مرادك ومبتغاك فهنيئا لك الجنان العلا وأعاننا الله وربط على قلوبنا على فراقك. يعد الشهيد العميد مسعد الصيادي أحد أبناء محافظة الضالع الذين انخرطوا في صفوف القوات المسلحة منذ تخرجه من الكلية البحرية بمحافظة عدن وشغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الوحدات العسكرية بوزارة الدفاع حتى استشهد وهو يقود قوات اللواء 143 مشاة في مقدمة الصفوف الأمامية بجبهة ملعى جنوب محافظة مأرب. لقناة عدن الفضائية رفيق السامعي مأرب. الشهيد العميد مسعد الصيادي أنت الذي رسمت يداه طريقنا وبنى معالمها الحسان وعمر رسخت فينا غاية الحر الذي جعل الكرامة نهجه الوضاحة من لا يطيق مع الخنوع حياته ويداه كفرا صارخا وبواحا وكتبت في شرح الإباء ملاحما وعزمت فينا لحنها الصداحا وزرعت جيلا واستثرت طموحه ليقاوم الطاغوت والسفاحا. أرحب بكم أجمل ترحيب ضباطا وصف ضباط وجنودا وحاضرين في هذه الفعالية التأبينية وخير ما نبدأ به كلام ربنا سبحانه وتعالى مع القرآن الكريم ومع حسن البكالي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم لقد قالها شهيدنا بلسان الشاعر طلبنا السلم والطاغوت يأبى غرمنا العيش في كنف الأمان صبرنا صبر من عشق البلاد وقلنا النصر أو خلد الجنان ونحن على درب الشهداء نرفض رفضا قاطعا عودة الإمامة ونرفض رفضا قاطعا العودة بالشعب اليمني العظيم إلى غياهب ظلمات الإمامة الرجعية وثالوثها الحصري الفقر والجهل والمرض ولسان حالنا وسنمضي رافضين كل من جاء لكي يجي ضحانا وسنمضي داحضين كل إثم شاء للناس الهوانا وسنمضي فارضين صدقنا حتى يرى الحق مصانا إلى كلمة افتتاحية وترحيبية وهي كلمة لأسرة الشهيد يلقيها الدكتور عمرو مسعد الصيادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحضور جميعا نرحب بكم ترحيب حار شكرا جدا لكل من حضر الوقت لا يسعفنا أن نشكر كلا على حدة المقامات محفوظة وحضوركم شرف لنا وتاج على رؤوسنا نشكر الجميع كلا باسمه وصفته كلمة مختصرة لن نطيل عليكم فيها يا فارسا عرش العلا تتربع صم الجبال أمام عزمك يركع أذللت حبا للحياة ونزعة ووهبت طوعا عن ديارك تدفع ظمئت جراحك للعلا فسقيتها نبلا ومجدا بالشهادة يترع وسعيت للأمجاد تطرق بابها باب الشهادة خير باب يطرق لقد ألمنا وأحزننا فراق والدنا الشهيد وقلوبنا حزينة لوداعه ولكن عزاؤنا أنه حي يرزق عند رب كريم كما قال المولى عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم أيها الشهيد يا من قدمت دمك ونفسك وروحك في سبيل الله ودفاعا عن وطنك لقد كان فراقك صعبا قاتلا أوجع قلوبنا جميعا ولكن لا نقول سوى ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون وإن شاء الله الجنة ملقانا جميعا جعله الله في أعلى مراتب الجنان وأعاننا على فراقه وبعده رغم الألم الذي يعتصر قلوبنا على موته إلا إن شهادته ستظل فخرا
والله والله أن شهادته فخرا وتاجا نرتديه على رؤوسنا مدى الحياة. لقد كنت تتمنى الشهادة وتسعى لها بكل ما أوتيت من قوة، والآن أعطاك الله تعالى مرادك ومبتغاك، فهنيئا لك الجنان العلا. وأعاننا الله وربط على قلوبنا على فراقك ما بين دموع الحزن ودموع الفرح والفخر، ودعنا شهيدنا الغالي على قلوبنا جميعا، فكان يوم وفاته يوم فخر وعز لنا، فقد سطر بشهادته هذه أسماء درجات العز والفخر والشرف. وليس هنالك أطهر وأعظم من تقديم الروح في سبيل الله، وليس هنالك أي قيمة تعادل قيمة الشهادة في سبيل الله. رحمك الله أيها الشهيد، ودمت مصدر عز وفخر لنا مدى الحياة. لقد كان الشهيد أمام خيارين: إما النصر والعيش بعزة وشموخ وحرية واستقلال، وإما الشهادة بكرامة الأبطال. فهنيئا له بالشهادة، وهنيئا له بمنزلته في الحياة الدنيا قبل الآخرة. اللهم إن أبي كان ساعيا للشهادة في سبيلك فنال أعظم الدرجات وأرفعها وأسماها. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحدته وارحم شيبته وأجره من عذاب القبر ولا تطفئ نوره. اللهم أبدله خيرا من داره وأدخله الجنة وارفع درجاته. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم آمين. ولا يسعنا في آخر الكلمة إلا أن نشكر جميع من حضر وجميع من ساهم في هذه الأربعينية كلا باسمه وصفته، شكرا جزيلا لكم جميعا، والشكر كل الشكر والتقدير للأب والقائد العميد دياب عبد الواحد القبلي نمران، شكرا خاصا من أعماق قلوبنا، شكرا خاصا من أعماق قلوبنا. ونقول له: أنت نعم الأب ونعم القائد، حفظك الله أينما كنت لنا وللوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمير مسعد الصيادي صهوة المنايا، فما إن لاح شبح الإمامة من جديد إلا وتقدم شهيدنا الصفوف الأمامية قائلا: حشدنا العزائم ملء الصدور، حشدنا العزائم ملء الصدور، وثرنا على ظلمات القبور، ورحنا نروض أجيادنا وننسج أجنحة للصقور، ونبذر بين شتات الرفات حياة تهب وروحا تثوب. برحيل الشهداء حياة لملايين اليمنيين. أتدرون أيها الكرام ما معنى أن قدم الشهداء أرواحهم؟ إنهم دفعوا خطرا محدقا بجمهوريتنا، بكرامتنا، بكينونتنا، بعقيدتنا، بهويتنا. لولا الشهداء لما بقيت الدولة ولا الجمهورية، لولا الشهداء لافتقدنا الحرية ولافتقدنا كل شيء. فرحم الله الشهداء. نبقى الآن مع الزامل ومع صلاح الضبيف، لتفضل. اكتبي يا دمانا في المعارك تحدي، اكتبي يا دمانا في المعارك تحدي، وارتوي يا بلادي من دماء الشهيد، دمعتي لو تماهت في عيوني وخدي لا تلومون عيني لا بغت كل جيت. وشهد الهي لا تيلا حب الناصر، وانتهى يا عالم الناصر.
أيها الحضور الكرام، ليكن شعارنا أننا دائما على درب الشهداء. كم منا فقد أخله، فقد أبله، فقد ابن الله، فقد ابن عمه، ابن خاله. لا يوجد أحد في هذه المحافظة الصامدة المنتصرة أكانوا نازحين إليها أو مشردين إليها أو أكانوا من أبنائها الأصليين. وكلنا تجمعنا الجمهورية وتجمعنا الحرية والكرامة، كلنا ولديه من أقربائه شهداء. فهذه المعركة معركة اليمنيين أجمعين. فليكن شعارنا كما قال شاعر اليمن الكبير عبد الله عبد الوهاب نعمان، وهو يقول: يا رحاب المجد، ما روضنا فيك أو مسكننا طول عناء، هاك منا قسما يا أرضنا خالدا في شدة أو في رخاء، لن يلاقي البغي إلا رفضنا رفض جبار شريف الكبرياء. كم سلكنا ومشينا طرقا تفنى بها روح الفناء، ورفضنا وأبينا ركعة الهون وضعف الانحناء. نبقى الآن مع كلمة العميد داود يحيى داود، مدير دائرة الخدمات الطبية، فليتفضل. أسرة الشهيد مسعد الصيادي، محبيه، ذويه، زملائه، أسعدتم بالخير صباحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الزميل الشهيد مسعد الصيادي لي معه ذكريات جميلة قبل 28 سنة. كنا زملاء الدراسة في معهد صلاح الدين في عدن في البريقة. كنا ندرس جناح الدفاع الجوي كتائب. كان هذا الرجل من صغره، وكنا نحمل هذه الأيام رتبة النقيب، ويحمل في عنفوانه الرجولة للأمانة. وكان صديقا عزيزا، جلست أنا وياه 9 شهور الكرسي بالكرسي، والمكان والأكل والشرب والاستراحات، فجعل مني شخصية واستفدت منها الكثير. كان رجل وحدوي في نفسه، كان رجل قومي يمتلك القومية ويمتلك الطموح، كان ثوريا، كان قوميا بكل ما تحتوي الكلمة معنا. جاءت 94 وصيف 94 وجاءت الحرب، وتوزعنا كلا في سبيله. فأنا كان حركتي باتجاه المنطقة العسكرية الشرقية باتجاه الشرق، ومنها كنت أسأل الزملاء: ما بال الأخ مسعد الصيادي؟ كل زميل أسأل عليه: أين الأخ مسعد الصيادي؟ يقولوا لي بخير. وكنت بعد الحرب كنت أتوقع أنه حصل استشهاد في هذه المرحلة، وكل ما ألقاه أتمنى أن ألقاه. كل سماء أسأل عن الأخ مسعد الصيادي يقولوا لي بخير. جاءت الأيام وكنت على دائرة الخدمة الطبية، وفوجئت أن فيه ببالغ الأسى استشهاد نبأ مسعد الصيادي. تذكرت 28 سنة، هو ذاك الزميل، ذاك الشخص العزيز اللي كنت أتمنى أن أرجع وأجلس أنا وياه ساعات ألتمس يعني ذكرياته في التاريخ. والله إنه هو. أفاجأ المفاجأة الثانية أن لديه أبناء 2 دكاترة عندي في دائرة الخدمة الطبية في المستشفى العسكري. كيف فاتتني الفرصة؟ كيف لم أتكلم أنا؟ كل من سألت من أخواني من زملائي بيت الصيادي هم كوكبة من المناضلين، يعني فقدت لي، وكنت أجلس معهم بكيل وعمر، ولكنها دائما هي الدنيا الذي لا تساوي شيء. الرجل من أول وهلة عرفته وهو رجل مقاوم، عنده دفوع، عنده غيرة، الحرية، المقاومة، التضحية، الفداء. كان شابا طموحا، واليوم نودعه في 40 في أربعينياته، نقول رحم الله الشهيد ورحم الله شهداءنا جميعا. الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى والمختطفين. لا نامت أعين الجبناء، سيبقى اليمن حرا أبيا، شموخا شامخ الجبال. اليمن الحضارة، اليمن التاريخ، اليمن الذي يرفع رؤوسنا جميعا. اعذروني إن أضلت، ولكني أحب أن ألقي هذه الكلمة. إن شاء الله نلتقي وإياهم وشهداءنا في مستقر رحمته، نسعى على دربهم
نموت شهداء أو نعيش أحرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نضالات ومسيرة هذا الشهيد البطل فلنتابع. 40 يوما مرت على استشهاد رئيس عمليات اللواء 143 مشاة العميد مسعد الصيادي رحمه الله، الذي استشهد وهو يخوض معارك تحرير واستعادة الجمهورية من قبضة الإرهاب والكهنوت السلالية ميليشيا الحوثي الإيرانية، قبل أن يلتحق الشهيد القائد بالكلية الحربية في محافظة عدن. أخذ العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في مجال تنفيذ البرامج التدريبية والمهام القتالية. التحق الشهيد القائد العميد مسعد الصيادي في القوات المسلحة مبكراً في العام 1975، وتخرج من الكلية الحربية في محافظة عدن الدفعة 15 بتقدير ممتاز. الشهيد القائد كان من ضمن ممن وضعوا اللبنات الأولى لتأسيس نواة الجيش الوطني، وأسهم إسهاما كبيرا في حشد أبناء محافظتي إب والضالع والدفع بهم إلى قلعة الجمهورية وحاميتها مأرب الحضارة والتاريخ والانخراط في صفوف الجيش الوطني. أسهم الشهيد القائد العميد مسعد الصيادي إسهاما بارزا في بناء وتأسيس اللواء 143 مشاة مع رفيق دربه قائد اللواء العميد ذياب عبد الواحد القبل نمران. شارك الشهيد القائد في العديد من جبهات القتال، أبرزها في جبهة كوفل وفي ميسرة صرواح غرب محافظة مأرب مع مؤسس الجمهورية الثانية الشهيد الفريق الركن عبد الرب الشدادي، بعد أن أبلى الشهيد القائد بلاء حسنا في جبهة صرواح تحرك مع قيادة وضباط اللواء 143 مشاة إلى جبهة البقع في محافظة صعدة، وهناك سطر سفرا من النضال الوطني وتحررت الكثير من المواقع العسكرية على يديه. احنا للأمانة جاهزين لهم وكلها أسابيع أو أقل أو أكثر، وإن شاء الله في مفاجأة ستفرح الجميع وسنتخلص من هذا العدو الغاشم ونصل إلى بر الأمان بفضل الله وفضل الشجعان والوجيهة السمراء هذه الموجودة للشهداء، وإن شاء الله النصر قريب قريب. جبهة قانية هي إحدى الجبهات المشتعلة التي كان للشهيد البطل العميد مسعد الصيادي حكاية خاصة فيها، صال وجال وجندل ميليشيا الحوثي الإيرانية وأذاقهم ببندقيته وحنكته العسكرية السم الزعاف، رغم تقدمه في السن والإصابات المتكررة التي جرح فيها أكثر من مرة بعد مشاركته في العديد من المعارك العسكرية والقتالية التي خاضها في مختلف جبهات وميادين القتال. لم يتقاعس الشهيد القائد العميد مسعد الصيادي عن مشاركة إخوانه في جبهات وميادين الشرف والبطولة، بل شاركهم معارك التحرير في الكثير من جبهات وميادين الفداء، حتى استشهد وهو في مقدمة الصفوف الأمامية مدافعا عن الثورة والنظام الجمهوري ضد المد الفارسي وميليشياته الحوثية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ستظل المواقف والبطولات الخالدة التي سطرها الشهيد القائد العميد مسعد الصيادي رئيس عمليات اللواء 143 مشاة في مختلف جبهات العز والشرف، محل فخر واعتزاز للواء وللقوات المسلحة ولأبناء الشهيد القائد، ولن تمحى تلك التضحيات والبطولات الخالدة المدونة في سجل التاريخ وبأحرف من نور. وسقى أرض الكفاح دما ألا نضيع له عهدا ولا ذمما وأن نسير على النهج الذي رسم حتى نهاية شوط من مساعينا. نبقى الآن مع كلمة اللواء 143 ومع قائد اللواء العميد المناضل ذياب الكبري فليتفضل. بسم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحفل الكريم ونحن نحتفل بأربعينية الشهيد القائد العميد مسعد الصيادي رئيس عمليات اللواء 143 مشاة. اسمحوا لي أن أدعوكم جميعا للوقوف لتلاوة شرف الفاتحة على روحي الطاهرة وعلى أرواح الذين ارتقوا معي إلى مقعد صدق عند ملك المقتدر من جيشنا الوطني العظيم. الأخوة الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته. الحفل الكريم تأتي هذه الأربعينية ونحن على أبواب مناسبة وطنية هي الأعظم من بين المناسبات وهي عيد 30 من نوفمبر الخالدة، وهي لا تقل أهمية من أعياد سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، حيث أن نوفمبر يذكرنا بنضال شعبنا الطويل ضد المستعمر الخارجي، ذلك المستعمر الذي لم يجد له آنذاك وكل محليين يرفعون شعار الموت ويقتلون أبناء الشعب. نوفمبر اليوم يعيش فينا ومعنا بمبادئه وترتيله وأغانيه خلاصتها لن ترد الدنيا على أرضي وصية. وفي سبيل ذلك ها نحن الأحفاد نهب دماءنا وأرواحنا لهذا الوطن وهل يغلى عليه دم. الحفل الكريم شهيدنا الذي نحتفل بذكراه اليوم جسد هذا المفهوم فجاد بروحه والجود بالروح غاية الجود، والتحدي اليوم هو أن العدو داخلي لكنه يعمل لأسياده بالخارج ويحاربنا بالوكالة عنهم لتحقيق أطماع إمبراطورية عضلة النار التي اندثرت وخمدت نارهم ولا كسرى بعد اليوم كما ورد في الأثر. شهيدنا ومعه الشهداء الأبطال الآخرين سكوثر الوطن بدمائهم كي لا يصنع كسرى جديد. الحضور الكريم شهيدنا البطل العميد مسعد الصيادي ورفاقه الأبرار فعلا غادرونا أجسادا، ولكن أرواحهم لم تفارقنا وتضحياتهم وجهادهم سيظل ينير دروبنا حتى بلغوا الغايات بتحرير الوطن من رجس بقايا الكهنوت الإمامي الرجعي المتطرف وتحقيق حرية شعبنا. أما نصر وأما انتصار. نتحدث عن رجل لن يتكرر وزميل لن ينسى، فقد كان مثالا يحتذى شجاعا ومقداما ونبيا وكريما ومنضبطا وصبورا ووقورا وشريفا ومخلصا، فكل معاني الكمال والرجولة والفداء رأيناها فيه تتجسد. شهيدنا البطل كنت عظيما يوم أن لبيت نداء الواجب وغادرت منطقة العود إلى مارب لتنضم إلى قافلة الحرية ومسيرة الجمهورية، وشاهد الأقدار أن يتواجد في معسكر اللواء 143 محط رحالك ومقر انطلاقتك وبوابة دخولك قمار مقارعة هذه العصابة الحوثية، فكانت بداية رحلة نضاله في جبال ووديان وشعاب جبهة صرواح على رأس قوة من اللواء، وقد أنجز مهام أسند إليه وناجز العدو وأفلت ذات يوم من حصار وأسر محقق بفضل إخلاصه لله وبداية تصرفه ورباط جيشه نجا وأنجا من كان معه من ذلك البحر. وتستمر حكاية هذا البطل فعند إسناد مهام جديدة للواء في جبهة البوق كان حاضرا وفاعلا ونال إعجاب الجميع وتمسكنا به لموقف الصلب ورجاحة عقله وصوابية قراراته. وعند عودتنا من الحدود توجه بطلنا القائد إلى غانيا ليخط ملحمة أخرى ضد عصابة الشر الحوثية ولم يكل أو يمل، ومن عرفه لن ينساه، واقتضت مصلحة اللواء تكليفه بإدارة وقيادة المعسكر، وكان خير من وكلت إليه تلك المهمة، فكان يحل المشاكل معاونا للقيادة مسانداً للأفراد حريصاً على النظام، وأي وقت تناديه يجيب وفي أي مكان تفتقده تجده، وكل المواقف تشهد ونحن نشهد أيضاً. وجاءت أحداث بيحان وحريب على حين غفلة من أهلها، وأعلنت الميليشيات بعد ذلك مارب هدفاً استراتيجياً فحجزت الآلاف من المخدوعين وسخرت إمكانيات ضخمة
وما زالت لتحقيق ما أعلنته ولكنها فشلت. فشلت لأن الرجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى ومنهم ما زال منتظر أما النصر والشهادة. رجال جعلوا من أنفسهم سدا منيعا لمارب من هذا الطوفان البربري الغاشم. وهذا بطل الشهيد رغم أنه مكلف بعمل داخل المعسكر، إلا أنه دخل المعركة ولقي ربه ولا لما يتمناه. كل حر فأرتقى ومعه ثلة من المجاهدين الأبرار إلى عليين في جنات ونهر وحور المقصورات في القيام. الحفل الكريم نتحدث بفخر عن سيرة شهيدنا ونفخر به اليوم وغدا، بل نعلن لها بدوية أننا ثابتون في نفس الطريق ليظل ذلك السور صامدا أمام أطماع الميليشيات ولن يمروا أبدا. وستظل مارب محروسة بعين الله ورعايته وبسواعد رجال جيشنا ومقاومتنا الأوفياء، مستلهمين تضحيات شهدائنا وجرحانا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. سلام على روحك أخي قايد مسعد، سلام على مسيرة عطائك، سلام على نبل إخلاقك، سلام على قطرات دمك التي سكبتها في تراب الجوبة، سلام على صدق عزيمتك، سلام عليك كلما نادى مناد حي على خير الفلاح، سلام على أنفوانك الذي رفض المكوث في المعسكر وطبت حيا وميتا. الحفل الكريم الحضور جميعا، نجدد عهدنا لله والوطن ولمارب أن نظل على درب الشهداء سائرون، ولن نكل ولن نمل، أما حياة تصر الصديق وأما ممات يقيم العداء. والعهد منا للشهداء أن نظل أوفياء لربنا ولوطننا اليمن وأمتنا العربية، أن نظل في نفس الموقف الذي ارتقيتم فيه لربكم ثابتين مقبلين غير مدبرين. ولن نعطي الدنيا في ديننا أو عرضنا أو أرضنا أو وطننا مهما كانت التحديات، مهما كانت التحديات والأهوال، ما دام فينا عين تطرق وقلوب تنبض، وعلى ذلك نموت ونحيا ونبعث إن شاء الله. ورسالتنا للحوثيين، احشدوا ما شئتم ومن تريدون من المغرر بهم وشيعة الشوارع ولصوص الحارات وعاقين والديهم وسفلة القوم، فنهايتكم حتمية وهزيمتكم ربانية، وأننا لنرى رؤوسكم قد أينعت وحان حصادها. وأخيرا عزاءنا لأسر الشهداء جميعا، ونبشركم إن خبر انتحار العدو ونهاية سلطته سيبلغ مسامعكم قريبا، وليس ذلك على الله بعزيز، والله المستعان. وستتذكرون قولي هذا، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، والله على ما نقول شهيد. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. مشاهدينا الأعزاء، بعد أن نقلنا لكم سير المعارك العسكرية والقتالية وأيضا حياة المقاتلين التي يقضونها هنا في ميادين العزة والكرامة، وأيضا آخر المستجدات القتالية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. حتى الملتقى في حلقة جديدة ومن جبهة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عانق الأبطال يم البواسل، في جبالك في سهولك والسواحل، وانحني للجيش يا كل الشوامخ، واعزفي للحال للجيش المناصر.